هناخد تقرير ونرجع تاني بسرعة. اتفضل يا سمير. شايف إبراهيم حجازي إنه متميز متفرد. إبراهيم حجازي اتوجد وهو لسه في بداياته، كان في جيل عمالقة من الصحفيين الرياضيين، كان في موجود الأستاذ نجيب مستكاوي، وكان موجود الأستاذ عبد المجيد نعمان، أستاذ حمدي النحاس، أساتذة كبار، وهو كان الجيل الجديد الشاب اللي يعني هيبقى فين في المنظومة الرياضية دي. بس لأنه إبراهيم حجازي طاقة من الحماس والطموح والأمال والإصرار والموهبة، فشق طريقه بسرعة. وأنا عايز أقولك أنه إبراهيم حجازي هو تفرد حتى في جيله، لأنه أنا شايف أنه كان سابق الآخرين بفكره وأنه عايز يعمل حاجة، فأعتقد أنه نجح وبقى علم من أعلام الصحافة المصرية، وله إسهامات قوية جدا مش بس في المجال الصحفي، لا، لأنه كمان هو مقاتل بطبعه، فدخل بصدره في حاجات كبيرة جدا وعمل بصمات في أنا شايف أنه بصماته مش بس في الصحافة الرياضية، لا، في العمل النقابي كنقاب الصحفيين، وكمان لمصر كلها. مين كان يصدق أن الوسبا الاتحاد الدولي للسكواش يبص على مصر انها قبلة السكواش في مصر مش في العالم كله، مش لانه فينا عندنا ابطال، لا، وقت ما إبراهيم حجازي قرر انه يتبنى السكواش ويعمل اهم بطولة في الغردقة في علشان برضو يبيع البراند بتاع مصر بال 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 بالرياضة، ما كانش عندنا غير احمد برادة وقتها، لكن بعد كده طلع اجيال من ابطال العالم في لعبة السكواش. مين كان يصدق ان لعبة بتتلعب ببابيون، لعبة البلياردو، في اماكن مغلقه، تتعمل في وسط البحر، في جزيره في البحر الاحمر، في جزيره الناس يروحوا لها بمراكب علشان الناس يلعبوا بلياردو في جزيره في وسط الميه. ده إبراهيم حجازي. إبراهيم حجازي كان بيحب مصر جدا، بيحب مهنته جدا، بيفكر في الفكره وما عندوش عائق، هتتنفذ ان شاء الله هتتنفذ. يمكن ما تكفيش دقيقه او دقيقتين ان انا اقول رساله لإبراهيم حجازي، انما انا بحمد ربنا اني كان في حياتي إبراهيم حجازي، وبدعي له بالصحه وانه يستمر دايما يدي للناس اللي حواليه، لانه هو دايما إبراهيم معاش للي حواليه. فربنا يمتعه بالصحة ويخليه لأولاده وأحفاده. وليه أمنية بجد هو يستحقها، إبراهيم حجازي يستحق التكريم، لأنه إبراهيم حجازي قيمة وقامة في مصر يعني. بس هو اللي ما يعرفوش يعني ما يفهمش اللي أنا بقوله ده، لكن أتمنى له صحة يا رب. والله انا عايز اقول لحسام دياب، انا اللي محظوظ ان انا عرفتك يا حسام الحقيقه. وانا طبعا نادر دلوقتي انك انت تلاقي حد بالكفاءه والموهبه والصدق والاخلاص وكل حاجه، كل حاجه جميله. انسان هادي جدا، مهم جدا على فكره في الشغل، في شغل الاعلام عموما، باي شغل، الانسان الهادئ الهادي ده. حسام في عز المواقف ده يعني يقول لك حاضر، يعني هيلاقي في عز المواقف الصعبه هتلاقي حل. عايز اقول له ربنا يديك الصحه والعافيه يا حسام، وبشكرك جدا جدا يا حبيبي.